اهلا بكم اصدقائي الاعزاء، مرحبا بكم من جديد مع منى المسلم كالعاده. في الفيديو هذا باش ناخذكم في جوله الى مدينه خيتهورن فينيزيا هولندا، مدينه كتير 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 حلوه. اتمنى يا رب ان الفيديو هذا ينال اعجابكم، لا تنسوا دعم القناه بالضغط على لايك وترك تعليق. اذا حبيتوا تاخذوا اكثر معلومات عن المدينه هذه ممكن تراسلوني او تكتبوا لي مكان تعليق اسئلتكم. طبعا هي قرية تعتبر ليست مدينة لأنها صغيرة مش كبيرة كتير، بس كتير حلوة، جنة على وجه الأرض صراحة. استمتعت كتير بالمنطقة والجمال الطبيعة اللي فيها، كذلك الطقس كان يومها كتير حلو. أنا هوني مشيت في رحلة بالقارب، رحلة قارب سياحي مش غالي برشا، 16 أورو أو 15 أورو أعتقد، ويعمل دورة في القرية الجديدة. الشيء المعروف في القرية دي انهم ما يستعملوش السيارات طبعا، القوارب للانتقال بين المنازل او شوارع القرية هذه. في انواع كثيرة من القوارب، في القارب الكبير هذي جماعي، وفي قوارب صغيرة ممكن واحد يقوم بكرائها ويعدي اليوم في المنطقة هذه ويتفسح فيها باستخدام القارب. كذلك ممكن انتم تقوموا بالمشي في القرية او استعمال الدراجة على حسب اللي تحبوه. طبعا انا مشيت في البداية استخدمت القارب باش نعمل جولة في المدينة، ثم قمت بالمشي، مشيت كتير الصراحة حتى أنا آخر يوم صرت تعبت يعني من المشي، لكن استمتعت حقا كتير استمتعت. كما تشوفوا هنا هي القرية والمنازل، كما تشوفوا في مثل بحيرة كبيرة في المنطقة هذه. احنا هنا راح نلف بالباخرة ونرجع للقرية حتى نشوف المنطقة أكثر. في بالنسبة للمشي في عدة مسارات معينة للسياح، يعني ما تقدرش انك تمشي في اي مكان لانه في منازل فيها ملكية خاصة ممنوع انك تدخل لها. في تقريبا 3 مسارات رئيسية في المدينة هذه تقدر تعتمدها باش تشوف القرية. طبعا في ناس كتير استغلت منازلها للتجارة، في منهم ما يبيع الملابس او الاثار او ديكور حاجات كيما هكاكا. موجود ايضا بعض المطاعم مش برشا. بالنسبه للهوتيلات او الفنادق في خيتهورن غاليه كتير، مش موجود برشا، لكن يعني سعرها ما يقلش عن 150 يورو الليله الواحده. انا الصراحه عديت يوم واحد فقط ثم رجعت. شوفوا المنظر الطبيعي ما شاء الله كتير حلو. نخليكم الآن تستمتعوا بالمناظر الطبيعية هذه. ما تنساوش أصدقائي دعم القناة بالضغط على لايك وترك تعليق تشجيعا لنا. نشوفكم إن شاء الله في فيديو قريب. مشاهدة ممتعة للجميع.
Oui, le super-héros.